السلام عليكم، انا جنى علي الدوسري من مدارس الظهران الاهليه في الشرقيه في الصف الاول ثانوي، وانا في الليفل الثاني من تخصص الرياضيات. تقريبا دخلت موهبه في الصف السادس، يعني قبل 4 سنين. طبعا اصبحت طالبه موهبه من خلال اني اختبرت اختبار مقياس موهبه، والحمد لله حصلت على درجه عاليه اهلتني اني اصير من طلاب موهبه. لا انا سجلت نفسي، سمعت عنها من الاهل والاصحاب، فقررت انه بيكون هذا الشيء مره حلو لي ولمستقبلي، فكلمت امي في الموضوع وهي مره شجعتني فدخلت. في كثير فوائد علميه، يعني منها هذه المسابقه او هذا التدريب اللي احنا فيه للمسابقات مره اضاف لي من ناحيه العلم، وكمان من الناحيه الاجتماعيه في خلال مسيرتي تعرفت على ناس مره كثير من ثقافات مختلفه، مثلا المدربين اللي قاعدين يجونا من برا تعرفت عليهم وتعلمت من خبراتهم، فهذا الشيء كان مره مفيد لي. اكيد الحين احنا قاعدين نتعلم اكثر من نوع من انواع الرياضيات اللي هي 4 انواع بالتحديد، وكلها اشياء تاهلنا للمسابقات عالميه في الرياضيات. طموحي ان شاء الله اني ادخل مسابقات عالميه واجيب ميداليات ان شاء الله ذهبيه عشان ارفع راس المملكه. رسالتي لكل بنت تشوفني الان انها اذا اتيحت لها الفرصه انها تشارك في شيء مثل هذا، انها ما تتردد وانها على طول تدخل، لان شيء مره مفيد من كل النواحي صراحه. اكيد 100% الاسره، يعني امي وابوي يعني الله يحفظهم، دائما يدعموني بكل خطوه بكل مكان. حتى الان مثلا انا ابتعدت عنهم عشان اجي هنا للتدريب، وهم مره داعمين لهذا الشيء لانهم عارفين مدى فائدته عليه.